يا تحت فندم، امرها طبعا. كان في قرار طلع من فتره ان الوافد يعني اللي جاي من الاقصر او من سوهاج او من الدقهليه بيروح الشهر العقاري يغير او يثبت مكانه عشان اسمه يتحط على الكشوف. طبعا انا رايي ان ده شيء غير مجدي، هو حصل على كل الاعداد اللي راحت قليله جدا. انما انا عايز اعرف ليه في الانتخابات اللي قبل كده كان ايام انتخابات مرسي كان في كل اللجنه اوضه بقاضي للمغتربين بالرقم القومي، المره دي في ناس اتحرمت تماما من الانتخابات، يعني يحيى في مرسى علم ما انتخبش ومش هينتخب. كلام حضرتك مظبوط جدا في بعضه، الموضوع بتاع الشهر العقاري ما زال موجود وما كانش ما حدش جه ناحيته، اتقفل يا فندم. لما راينا زي ما حضرتك قلت كده الموضوع صعب وما هواش عملي، ايوه لجانا لموضوع الكشف ده، الكشف اللي بيعمله الجهه اللي فيها العمال، ولازم المحافظ هو اللي يمضي عليه شخصيا عشان ما يحصلش اي تلاعب، وبيرسل الكشف ده تسهيل بقى عن موضوع التوثيق بتاع الشهر العقاري. يعني يا فندم انا مغترب دلوقتي اروح فين؟ حضرتك مغتربه انت من فتره واحنا عمالين بقى لنا 3 اشهر بنعلن. ايوه يا مغترب قدامك طريقين، يا اما الرئيس اللي بيشغلك، انت حضرتك بتشتغلي في شركه او بتشتغلي عند مقاول او بتشتغل، اللي بيشغلك بيحط اسمك في كشف ويبعته للمحافظ، المحافظ بيطلع من عنده اسماء هذا الكشف للجنه العليا للانتخابات، لان عندنا سلامه العمليه الانتخابيه يا دكتوره لمين. لا اكيد كان في يا فندم اي حاجه يا فندم، كان في اكيد حل اسهل من هذا زي ما حصل قبل، يعني زي حصل قبل كده. يا دكتوره اصل دي شغل اللجنه الانتخابات، دي مش قضيه مين احنا كنا اصلا خايفين الناس تنزل تكسل تنتخب يا استاذ بريف. خلينا الصراحه بحكي الحكايه الغلط، الحكايه مين هيروح المحافظه ولا يروح الشهر العقاري؟ دي اللجنه العليا للانتخابات. انا عايز اعرف حضرتك حاجه يا دكتوره لميس. ايوه الاسماء الناخبين دي في كشوفات معده من فتره، حضرتك طبقا لمقر اقامتك اسمك في كشف في جنب بيتك او في المنطقه اللي حضرتك ساكنه فيها، عشان اسمك ده يتكرر في اي حته تانية لازم من اجراءات. انت بقيتي لو حد ثبت ان انت كان متاح لك تدي بصوتك في لجنتك اللي جنب البيت ورحتي باي اجراء اخر عشان ادليتي بصوتك كمان اخر، ده صوت باطل، والمتربصين يقول لك ده العمليه دي مش مظبوطه، المتربصين بينا، فاحنا ما بنديش يعني فرصه للمتربص. لا هي كانت فرصه في على فكره ليها 500 حل اللي بتوع الاي تي، الراجل اللي ينتخب في القاهره ويروح بلده ينتخب بيتصوت بصوته وخلاص، الكمبيوتر بيطلع كل ده. أنا بقول لحضرتك لا أنا شايفة إن دي مشكلة، أعلى حاجة في الأي تي. طيب معالي الوزير، ما لا يوخذ كله لا يترك كله، بس عايزين نفض الاشتباك. لا ما لا يوخذ كله لا يترك كله خالص. لا والله الوزير أنا زعلانة على الأصوات كتير راحت يا فندم، يعني في واحد بياع خضار لا عنده رئيس في العمل ولا عنده بتاع، ودول كتير جدا. يا دكتورة لميس الانتخابات الرئاسية اللي فاتت الوافد كان لازم ملوش غير إنه لازم يدلي بصوته في مقر اقامته الاحلام. بص احنا ما كناش حاسين بخطر المره اللي فاتت، احنا المره دي حاسين بخطر ومحتاجين لاباحه الفرصه لاي اصوات ممكنه. يعني يحيى الفخراني هقول لحضرتك بيصور معاه حوالي 150 نفر في مرسى علم، خلاص راحت عليهم الانتخابات. لان هو احنا بقى لنا 3 اشهر نقول اللي في مرسى علم يقولوا لنا عشان نعمل له كشف ونبعته. يا فندم ما فيش حاجه وصلتهم بالموضوع ده، ما وصل لهمش الكلام ده. لا والله والله طب يا فندم انا عايز، طيب انا فاضل لنا يوم بكره.